عندها مصير، يعني الطريق عندها طريقها سهله، يعني تقدر تدوز بكل سهوله، خصوصا انا رابح الالي بواحد، يعني طريقه سهله هنا في دونو قدام الجماهير ديال الوسط ديال الوداد. ما عرفتش المهم فوق واحد بالنسبه للوداد، انا كنظن انه دار واحد القدم الاول يعني في الدور المقبل، خاصو غير يعني ما يحاولش يكون يستصغر من الفريق ديال الفريق الخصم. اما انا تقريبا هو متاهل يعني تقريبا بشي واحد 80% نقول. الوداد الا كان لعب مزيان راه يكون ياخذ واحد 3-0 هكذاك. بالنسبه لماتش الوداد كنظن عنده حظوظ بانه يتاهل اكثر نظرا للنتيجه اللي حقق الذهاب، وأتن الخصم ماشي في قيمه الوداد، كنظن تكون نفس التوقع ديال 1-0، تكون نفس التوقع ديال المباراه الذهاب تروح الوداد 1-0. بالنسبه لي غادي ماركي مبينزا هو اللي غادي ماركي. بالنسبه للمدرب نتمنوا انهم ما ياخذوش نتيجه كما اعتبار نتيجه الذهاب، ويلعبوا كما لعبوا الذهاب بحال ما بحال كاين نتيجه التعادل، باش ما يستخسروش من الخصم، لانهم يقدروا يكون فيها مفاجات بزاف كوره.